كان في موعد لسداد المبلغ المراد لها اللي أنا طالبها فيه، فتحاولت أنها تعطي موعد وتؤخره، بعدين موعد آخر وتتجاوز عنه، بعدها لم ترد على اتصالاتي. رسلت رسائل يعني أنه ردي، أنا ما أبغى مشاكل ولا أبغى أرفع دعوة عليها وكذا. ما بعد في بداية الأمر يعني كان الموضوع بس رسائل زي كذا، بعد كذا يعني كانت رسائل سب يعني وتهديد أنه يعني يعني فيها سب وشتم وكذا. فبلغت أنه يعني أنه في يوم معين أني حلتقي معها تعطيني المبلغ. طبعا ادعت أنها ما تقدر تودع في حسابي لظروف أسرية، أنها كيف حتروح للبنك وتودع يعني أهلها حيعرفوا يعني. وعدتني في مجمع، ولما التقيت معها تفاجأت بأنه في يعني أفراد من الهيئة، واستجبت لهم يعني لما جو وأخذوا الأقوال وكذا. وتم رفع دعوة علي بأنها ابتزاز، رغم أن الدعوة المفروض هي مطالبة مالية لي عليها. علاقتي فيها الفترة 3 سنوات ونص في جميع تواصلها معايا في جميع الوسائل تذكر في خطابات يعني في رسائلها يا بابا يا بابا، يعني كان التواصل معايا يعني زي ولي الأمر لها.